السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو اسطوري سانتوري جديد 1v1 50K على خريطة ولد فليم ما بين كبار هذه اللعبة اولهم فخر العرب ماسكر اللاعب السوري اللي راح اترك لك رابط قناته في وصف الفيديو واهل الفزعة واهل النشامة تروح لعنده وتكتب له بقسم التعليقات من طرف الجنرال رضا. المحبين يا شباب ما بدي وصيكم هجوم شامل على قناة ماسكر. بالطرف الاخر نوت برو بجيش اليو اس اي سوبر ويبنز وتبدا المعركه ما بين اللاعبين. على فكره هذا واحد من اروع الجيمات اللي صارت على تواليت فليم 1v1 50K بما انه هالموضه دارجه، يعني هلا بطولات 1v1 50K وما شابه وفي لعيبه عم تخسر لعيبه معروفه فخلينا نشوف خلينا نشاهد ونستمتع. طيب جهز فنجان قهوة، طبعا مقدمة شوي طويلة بعرف، جهز لك فنجان قهوة عشان الجيم شوي طويل فعشان تستمتع وما تسبلي بمنتصف الفيديو إلى آخر الفيديو. طيب بسم الله نبدأ. نوت برو بعد شنوك على أرض ماسكر، حلو تراك رش على أرض ماسكر على جيل اي لـ USA سوبر ويبنز. طبعا الأشخاص ما بتعرف القوانين بهي الخريطة، للأشخاص الجداد اللي أول مرة بتشوف جيم 50K بيلعبوا هاف ماب، بياخذ الأويلات وبياخذ السكند سبلاي فقط لا غير، لكل لاعب ممنوع يلف، ممنوع ياخذ مبنى الريفاينري، مبنى الدروب، الهجوم مقتصر على المنطقة الأساسية، ممنوع يلف من هون، ممنوع يلف من هون، والكليفات بيقدر يهجم على الكليفات. طيب خلينا نشوف الدروب شو صار فيه. طبعا شالت الدوزر ممتاز من ماسكر، بالطرف الثاني تيرست من ماسكر وتكنيكال على ما اعتقد بده. خلونا نشوف، خلونا ما نستبق الاحداث. شنوك تانية والله شايف لك شنوك رايحه وشنوك جاي على ارض الجنرال ماسكر. ثاني الدروبات من الجنرال نوت برو على ارض ماسكر. يا سلام اذا بيشيل البالاس من بدايه اللعبه. السكوربينز حركة حلوة من الأسطورة ماسكر، راح يخسر تاني هامفي على ما أظن أو إنه يشيل الجنود من قلبه. والله بيعمل مايكرو حلو، بيعمل مايكرو حلو على فكرة، دمج كتير البلس ولكن ما شاله لحد اللحظة هاي. نوت برو بيكابتشر الأويلات دون أي مشاكل. لاحظ في دروب قادم على الطريق، في دروب خرافي قادم، حلو نزل الجنود، عمل ليزر لوك على السكوربيون، حركة رائعة جدا من الجنرال نوت برو. بالطرف الآخر مثل ما قلنا كابتشر أويلاته، ماسكر كابتشر وحدة بعد عنده تاني أويل. جنود القواذف ضد جنود القواذف بيسلموا على بعض وبيمروا مرور الكرام. ماسكر مثل ما قلنا شال الدوزر اللي هون، عمل له ديلي بالسبلاي فقط لا غير، تأخير فقط بالسبلاي، ورجع ماسكر رجع السبلاي دون أي مشاكل. دروب جديد من نوت برو على أرض ماسكر، حلوة حلوة لعبة الدروبات. طبعا الألفا أرورا ممنوعة للأشخاص اللي بتسأل إنه سوبر ويبنز بيقدر يلعب ألفا أرورا، أكيد برو رولز الألفا أرورا بتكون ممنوعة. طيب شنوك من نوت برو على أرض ماسكر، حلو كتير. دروب تاني بنفس الطريقة، نوت برو رائع جدا بيحاول يضرب السبلاي، مركز كتير على سبلاي نوت برو. راكت باكي سريع جدا من ماسكر، حركة رائعة حركة الراكت باكيز بالتوقيت المناسب. راح يشيل الهامفيز، طبعا دوا الهامفيز هو الراكت باكيز ودوا الجنود هو الجارمن كل بكل بساطة. ليزر لوك على الراكت باكيز ممتاز، لحد الآن ما في جارمن كل عند ماسكر. بالطرف الآخر جيش جديد من نوت برو على ما أعتقد بعت للريبيلات، حلو على ما أعتقد يرجع يعمل دروب أو إنه يهجم على النص، واحدة من اثنين. بعت له ريبيلات، يا سلام سلم، بعت له ريبلز على الجنود طبعا لحتى ما يقدر، صعب كثير تشيل الريبلز بالجنود القواذف. بالطرف الآخر نوت برو يتقدم الى ارض الجيرال ماسكر، ولكن الفيز 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 مع سكوربيون روكت، يا سلام عليك يا سلام. ماسكر مايكرو حلو على فكره، بيشيل الهامفيز. هجوم صراحه هجوم للاسف غير ناجح من نوت برو، روح جيش هامفيز مقابل التنولات
شال طن الواحد فقط لغيره ما وحتى ما فنشوا. ليزر لوك بيحاول يشيل سكوربيون. بالطرف الاخر في بيرتن لنوت ابرو بيقدر يفوت على فكره بعيد شوي. الستينجر بيقدر يفوت على الور فاكتوريز او يلغم الور فاكتوريز اذا ما سكر ما حس عليه. بالطرف الاخر الهجوم يتجدد من ما سكر. اربع راكت باكيز واحد باص او لو باور. يا حرام التوقيت 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 يا عين يا عين صب دمع. التوقيت يبتسم لمسكر ويحالف مسكر. شال اثنين اي ام بي تبعوا للسوبر ويبن. هذا بحد ذاته انجاز لانه الديفنس تبع السوبر ويبن بيوقف الجيوش طبعا للتذكير. خلاص مسكر على ما اظن يكابتشر الاويلات. شكله راح يكابتشر لانه ما دمر ولحد الان ما دقر اويلات نوت ابرو. فمن الممكن انه يكابتشرون. اخ لو تقرب وتشيل الدوزر. اخ لو تقرب وتشيل الدوزر. مسكر نوت ابرو هجوم جديد بيلهي الستينجر. حركة خرافية بيلهي الستينجر. اوه سحب باور. سحب باور مسكر على فكرة. سحب باور كنسل لانه في دروب على ارضه. سحب باور من هون. حلو كتير. شال الدوزر مسكر. يا عيني عليك يا عيني عليك. ربل امبوش مع جارمين كيل وسحب الدوزر. يا سلام عليك مسكر. ولكن الهجوم نوعا ما خطير على ارض الجنرال مسكر. اوه هو هو. ليزر لوك خرافي على الباص. ليزر لوك خرافي على الباص. ما لحق يخرج الجنود فبالتالي راح الباص. كابتشر الاويلات. مسكر مثل ما قلت لك. ما شالون حتى كابتشرون ولقط باور بالطرف الثاني. للاشخاص اللي بتسال هذا سؤال بيتكرر كل مره، شو فائده الباور لجيش الجي ال اي؟ طبعا للاشخاص اللي ما بتعرف مره ثانيه سبكتر من نوت ابرو. حلو كتير مع ايتم سترايك على الويلات. الباور وظيفته اخوي المشاهد هو انه بتسرع البناء عن جيش الجي ال اي. فاذا كنت جي ال اي وضدك يو اس اي كما هو الحال الان في هذه اللعبه واخذت باور فامورك زي اللوز حرفيا. واذا بتعمل سيرج اند ديستروي يا سلام سلم. جيشك بيقوى اكثر واكثر. ولكن خلونا نشوف اذا مسكر راح يتبع هاي الاستراتيجيه او لا. ريبل مقلش بالطرف الاخر. مثل ديفندرز على السكوربيون. على فكره الدروبات كثير حلوه عم يعملها نوت ابرو. عم يعمل دروبات خرافيه على ارض مسكر وما زالت شغاله ما زالت شغاله. بلش دروب زونز على بكير. بلش بارتكل كانن. شيء جدا رائع وصحيح من الجنرال نوت ابرو. حلو حاول يهجم هجوم ارضي طبعا لانه اخذ الاويلات مثل ما قلنا لازم يشيله ياهم باسرع وقت ممكن او بيعيد على بكير نوت ابرو. فخلونا نشوف ما الذي سيحصل. بيرتن حلو كتير برتبتين. حلو بيرتن برتبتين باور لمسكر هون كمان. خلينا نشوف جيش الفيز يتقدم. بيحاول يشيل اول اويل رائع جدا. بيحاول يشيل ثاني اويل. طبعا مش كل الهامبي معبى على ما اظن. اللي بينعمل عليها سلكت اكيد مش معباية او فاضية. واللي ما بينعمل عليها سلكت فهي هامفي مليانة. طيب المعركة تتجدد في منتصف الخريطة ما بين مسكر ونوت برو. جيش جي ال اي يلتحم مع جيش السوبر ويبنز. جيش الفيز يقتحم قاعدة مسكر في خطر على فكرة. على ما اظن يبني قاعدة مرة اخرى. هي اذا كان عنده دوزر. للأسف ما في دوزر أو بقلب التنميلات في دوزر والله أعلم. ولكن مسكر بيدافع عن نفسه دفاع أسطوري سنتوري مرة أخرى. حلو كتير بالمسكراب من الأرض. الهجمات المتتالية من الجيرال نوت أبرو لحد الآن لم تجدي نفعا في ساحة المعركة. مسكر بلش بلاك ماركت. بلش بلاك ماركت. حلو بلش اقتصاد. أوه البيرتن بيشيل تاني سبلاي بيختفي باللحظات الأخيرة. يمكن إذا عنده رادار فان يكشفه للبيرتن ولكن ما في رادار فان. بيرتن بثلاث رتب طبعا بيقدر يتعالج. انكشف بالرادار فان وانشال دون أي مشاكل. راح له سبلاي فقط. مسكر عم يرجع بيبني. لاحظ سبلاي كيف عم تنبنى على السريع لأنه معه باور. هذا شيء قلناه منذ قليل. طيب نوت ابرو عم يجهز لدروب جديد على ما اظن. انا شايف لك الشنوك تحت همفيز دغري عم تبين معي دروب. ولكن اخر مره هجم هجوم الى المنتصف وشال الاويلات. مسكر عنده لا والله خسران كل الاويلات. سبكتر سريعه قادمه الى ارض الجيرال. مسكر سبكتر على البلاك ماركت طبعا.
بده يضرب له الاقتصاد خطوة صحيحة 100%. جيش الكواد يحاول أن يقتحم أرض الجنرال نوت أبرو، حلو كتير، بيخسر بلاك ماركت. بارتيكل كانن جاهز، بارتيكل كانن جاهز من الجنرال نوت أبرو. حلو، ليش هيك رفيع؟ بارتيكل كانن جاهز من نوت أبرو، بيضرب فيه البلس، ضربة رائعة جدا، بشيل الور فاكتوري ويا عين صبي دمع. إذا بتنزل على تالت أو على تاني وور فاكتوري، يا حرام يا حرام. أوه، حاول يعمل دروب ولكن الخسارات فادحة، الخسارات فادحة في صفوف جيش نوت أبرو. طبعا دغري على السريع طالع بلس، ما بيقدر يلعب بدون بلس. نو بلس يعني نو راكت باكيز، يعني ما في قواذف بعيدة المدى عند جيش الجي ال اي فانيلا. بالطرف الآخر ماسكر يجدد الهجوم، بيحاول يشيل الدوزر ولكن الكروز مثل في المرصاد. عزيزي ماسكر، حلو، ايتين سترايك، بيضرب تاني وور فاكتوري أو تالت وور فاكتوري، يا سلام، بيضرب له منطقة التصنيع، بيضرب له الوور فاكتوريز، فبالتالي وور فاكتوري واحد، وور فاكتوري واحد عند الجنرال ماسكر. عنده قاعدة هون مثل ما قلنا، عنده باور هون، عنده دوزر هون. اوكي، على فكرة اقتصاد نوت أبرو افضل بكتير، وضعه بشكل عام افضل بكتير، لو انه مسكر هو اللي اخذ باور وهو اللي نوعا ما متقدم وعم بيصد الهجمات هجمة تلو الاخرى، ولكن نوت أبرو عم بيلعب استراتيجية كتير كتير رائعة واللي هي ضرب الاقتصاد مرة اخرى. يا السلام يا السلام، سلم يا السلام، سلم جيش الفيز من جنرال نوت أبرو. تانلز التانلز عزيزي نوت أبرو، صعب صعب تعمل دروب، يعني كان عمله هون على الأقل تنزل الفيز، للأسف ما لحق. يو اس اي معه كشف، بيقدر كان يكشف. سكاستورم من ماسكر، شوية بلاك ماركت لحتى يجلس اقتصاده، طبعا بيقرب شوي طالما خلص دافع عن المنطقة دفاع أسطوري. توماهوكس من نوت أبرو، طبعا هامفيز لحماية التوماهوك. أفينجر أفينجر، يا السلام، كروز ميسلز تنطلق، بيخسر واحدة توماهوك. أوه يا السلام، بيشيل بيحاول يشيل الراكت باكيز، حركة رائعة جدا، وخليط من الجيوش خرافي جدا من الجنرال نوت أبرو. حلو كتير، بينزل طبعا لحتى يحمي الجنود بقلب الهامفيز. بده يضرب من بعيد بالكروز ميسلز، خلينا نشوف اذا راح يستفيد من هالشيء او لا. درون استطلاعي من نوت أبرو على ارض ماسكر، ماسكر بيحاول يبني وور فاكتوري مره اخرى، عم يتجهز لبساط اكيد. باب جديد من ماسكر، يا سلام سلم، يا سلام سلم. بيحاول يشيل، خلاص خلاص نوت أبرو سوف يتقدم عزيزي ماسكر، ولكن 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 وين المايكرو يا راجل، وين المايكرو يا شيخ؟ ريبل امبوش من مسكر خطير، وفي التوقيت الحساس على جيوش نوت أبرو. طبعا تعد جيوش بهيك حالة وبهيك توقيت من اللعبة، هذا يعد جيش، يعني لأنه اللاعبين مقفلسين تماما، وكيم 50K توالت فليم، ما في أويلات، الاقتصاد مضروب. سبكتر من نوت أبرو ضربت وخلصت، سبكتر من نوت أبرو شالت البلاك ماركت يلي كان هون، استهداف واضح للاقتصاد. عزيزي المشاهد، الحرب الاقتصادية ما بين ماسكر ونوت أبرو، يا سلام. نوت أبرو يحاول اختراق دفاعات ماسكر، ولكن قلت لك جيف الطاقة كتير عم تعطيه ادفانتج، لوقت ما يدمر تانيل عم يبني التاني، ولحق اذا بتلحق عزيزي نوت أبرو. بارتيكل كانن كمان جاهز وعلى الطريق من نوت أبرو، هلا بنشوف وين راح يضربه. توماهوكس ممتاز على التانلز، ماسكر بيعمل بوب من الطرف الاخر باثنين راكت باكيز، واحد باتل باس مع واحد كواد كانن. بارتيكل كانن جاهز للضرب من نوت أبرو. وين رايح بالتوماهوك يا راجل؟ هذا مس مايكرو على فكرة، مس مايكرو خرافي. مس مايكرو خرافي من نوت أبرو، حرام خسرت توماهوك، خسرت توماهوك ثلاث رتب. ممتاز، اوه شيل 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 شيل، بيحاول يشيل اكبر عدد مباني ممكن. حلو 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 حلو، بيشيل وور فاكتوري ولكن ما بفنشه، بيشيل الباور الموجوده هون مع الوور فاكتوري وحاول يروح على السبلاي. هذا شيء جدا جدا جيد بالنسبه للنوت أبرو. مسكر عنده سكود بعد دقيقتين و40 ثانيه بينضرب. توماهوكس مره اخرى من نوت أبرو بيحاول يشيل الراكت باكيز، ما
نوت أبرو عم بيحاول يجر جيوش مسكر إلى الوراء، ولكن حلو 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 التحكم بالتوماهوك حلو، ولكن راح يقرب على ما أظن لأنه الوضع خطير عند الجرال نوت أبرو. يا سلام على الأفنجر حلو دفاعات السوبر ويبنز من الطرف الآخر، فريز ولكن متأخرة كثيرا من الجنرال نوت أبرو. خلاص دفاعات السوبر ويبنز الأكثر من خرافية بتثبت الجيوش عند مشارف الأرض. صراحة كتير صعب يفوت من هاي المنطقة مسكر، طالما زيرع له هون 2 اي ام بيز فيعطيك ألف عافية، مستحيل شي يفوت يعني. طيب 8 سترايك من نوت أبرو تتقدم إلى أرض الجنرال مسكر. 8 سترايك على البلاك ماركت، ممتاز. توقعت يشيل النووي، والله توقعت يشيل النووي، ولكن ضرب البلاك ماركت. دروب جديد يجهز من الجرال نوت أبرو، حلو. سنيك اتاك من الجرال ماسكر، صار ليفل 5، اللاعبين صاروا ليفل 5 على فكرة. سنيك اتاك مع جي بي اس كرامبلر والجيش الخرافي، جيش الاشباح من قبل جنرال جيلي واللاعب العربي ماسكر، حلو كتير. ببيع مباني طبعا لانه هيك رايحة حركة صحيحة، احسن ما يتدمروا، ويعطي فترنسي لجيوش الخصم، يعطي رتب لجيوش الخصم، فقال خليني بيعهم واستفيد من نص حقهم. درون من نوت أبرو طبعا لحتى يكشف الجيش الموجود هون مع جورمن كيل. جورمن كيل بيوقف الأفنجر. يا السلام سلم. توماهوك مرة أخرى من نوت أبرو، عم بيلعب لعب حلو بالتوماهوك على فكرة، ولكن الطرف الثاني كمان مسكر صراحة أرضه مدمج، يعني السنتر تبع أرضه شايف لك شوي راح يصير هون، يعني دفاعاته هون، قواعده هون، أرضه مقسومة صراحة. مسكر حلو كتير، ربل أمبوش من مسكر، حلو بشيل الأفنجر المضروبة بالجارمن كيل، ويتقدم مرة أخرى مسكر على مشارف أرض نوت أبرو لمواجهة جيوش الجنرال البرتقالي USA Super Weapons. توماهوك مرة أخرى، صاروخ توماهوك لا يصد ولا يرد، خلص بيضلع بيلحق اليونت لحتى ينزل. سكاستورم جاهز من مسكر، خلونا نشوف لوين راح ينضرب. جيش الكواد يتقدم، ستوك كواد، لا اي بي بوليتس ولا جون كريبير من الجرال مسكر. يا السلام سلم. الجيوش تلتحم مبنى انتراكس. يا السلام اذا بتجي الانتراكس على الجيوش، على الجيوش. ضربة اسطورية سنتورية من مسكر، راح مفعول الانتراكس، راح مفعول الانتراكس. سكات ستورم بينضرب من الجرال مسكر الى ارض نوت أبرو. يا حرام، سكات ستورم راح يكون خرافي على ارض نوت أبرو. بشيل 2 دروب زون، 1 وور فاكتوري، لا والله 1 دروب زون مع 1 وور فاكتوري فقط لا غير. حلوة ضربة لا بأس فيها، ضربة لا بأس فيها من قبل الجرال ماسكر. بالطرف الآخر نوت أبرو عنده بارتيكل كالن جاهز كمان، بيقدر يرد الضربة للجرال ماسكر. سنيك أتاك خطير وفي منطقة أسطورية هو حساسة من ماسكر، حلو. منطقة حساسة. في موقع حساس، خلونا نقول في موقع حساس عشان ما ننفهم غلط. خلاص تتسكر السنيك اتاك، ولكن خسر دروب زون نوت أبرو. خسارة الاقتصاد في هذا التوقيت من اللعبة خسارة جدا كبيرة عزيزي المشاهد. بارتيكل كانن على الطريق مع دروب على ما أظن، خلونا نشوف، عم بجهز للدروبات. سبكتر من نوت أبرو على البلاك ماركت، ما زال يستهدف اقتصاد مسكر على حساب السكاستوم لو انه اكل السكاستوم، ولكن بفضل يستهدف اقتصاد الجنرال مسكر. طبعا الدروب زونز افضل بكتير من البلاك ماركت، ولكن نوت أبرو اقتصاده منهار تماما، عنده 1 دروب زون فقط لا غير. بالطرف الاخر 8 سترايك، دبل 8 سترايك من نوت أبرو على ارض الجرال مسكر. خلينا نشوف لو رايح فيها، لو رايح بالايتن على البلاك ماركت. يا سلام استهداف بالبيرتن. بالبيرتن عم بيحاول يشيله النووي، حلو كتير. بيروح البلاك ماركت وبالبيرتن بيحاول يشيل السكات ستورم.
يا سلام اذا بتشيل الوركر بيكون اجمل واجمل. بارتيكل كانون يا سلام عليك. اوه شال الوركر بالتلغيم، ممتاز ممتاز، خلص راح راح السكاستورم عزيزي، مسكر ودع الصواريخ. اوه والله صلحوا والله صلحوا والله والله صلحوا. بارتيكل كانون مع تلغيم، اوه كم في عليه بالجيش. انتي برو مرة اخرى بدروب جديد الى ارض الجيرال مسكر، بعد هجمات عنيفة جدا من الجيرال مسكر ومحاولات مستميتة من مسكر الى الدخول الى ارض نوت ابرو، ولكن نوت ابرو يحاول ان يقلب الطاولة على ارض الجيرال مسكر في الدقيقة 21، بيحاول يشيل التنلات. يا سلام ما في جيوش عن مسكر على فكرة، ما في غير وور فاكتوري واحد كمان اقتصاده منهار، معه $1000 فقط لا غير. خلونا نشوف شو الوضع بارض نوت ابرو. بنى تاني دروب زون ممتاز، يتقدم الى الامام، حلو كتير. الراكت باكيز من مسكر بيشيل ثلاثة هامفيز والله كان فيك تشيل فيهم ارض مسكر كاملة هالثلاثة هامفيز، ولكن المايكرو 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 ثم المايكرو. عزيزي المشاهد جارمن كيل بيتسلب الجنود، جندي تلو الاخر بيقنص الهامفي ويحبط الفرصة الأخيرة على ما أعتقد لنوت أبرو، إلا إذا صنع فرصة جديدة كما صنع فرص سابقة الجنرال نوت أبرو بالدخول إلى أرض ماسكر، ولكن جميع هذه الفرص باءت بالفشل للأسف الشديد. مايكرو حلو عم بيكون، دروبات حلوة من نوت أبرو، ولكن 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 مايكرو مطلوب يكون أفضل على ما أظن. طيب سنيك أتاك مرة أخرى جارمن كيل، يا السلام يا السلام جارمن كيل في التوقيت المناسب، ربل أمبوش، بوب بالباصات يا سلام عليك، بوب بالباص الوحيد عفوا فريز. اوه بس شفت لاعب عمل هالحركة يعني راح يفتح المزرعة السعيدة بأرض خصمه، بس شفت لاعب عمل هالعملة يعني حرفيا راح يفتح تنولات بأرض خصمه بشكل رهيب. كواد كانن ليزر لوك من نوت أبرو، طبعا فريزد آرمي جيش مسعوق او جيش مكهرب او جيش خارج الخدمة اللي يصير لوك على الباص. يا سلام هالبوب غير ناجح للأمانة من قبل مسكر، وبدي يفتح تنولات ولكن ما في مصاري ما في مصاري، اي مزرعة سعيدة واي تنولات، ما في فلوس ما في فلوس يا باشا. طيب ليزر لوك قرب قرب الجورمن كيل وكول. طيب اوه حرام 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 اذا بيخسر الجورمن كيل. راكت باكيز على الطاقة، طبعا في فوق درون استطلاعي بده يحاول يهرب الجورمن كيل لوقت ما يرجع. اوه رتبتين حرام، راح الجورمن كيل راح الجورمن كيل راح عزيزي مسكر. طيب بحاول بالهامفي يشيل الباكي مع الكواد، بحاول ينفذ بالباكي. اللعبة محسوبة على الجندي حرفيا، اللعبة محسوبة على الجندي حرفيا بدون مبالغة. راكت باكي بحاول يشيل الهامفي الموجودة هون، الكواد خلينا نشوف. بده كابتشر، يا السلام يا السلام بيشيل الهامفي الموجودة هون. صاروخ الكروز مثل صاروخ التوماهوك بيشيل الراكت باكي على باب السنيك اتاك. مسكر هلا ما عارف يهجم ولا يرجع لورا، ما عنده غير هالدبابتين. ممتاز بيشيل الهامفي، بحاول يفوت الجيش بقلب السنيك اتاك. انتراكس جديدة من مسكر، طبعا ليش عم تجي الانتراكس من هون عزيزي المشاهد؟ لانه مسكر عامل قاعدة هون، وهي حركة جدا جدا حركة بروز انه يبني له القاعدة بالنص لحتى يغير مصدر التطويرات، الستارات بتجي من هون، هذا شيء جدا مربك لخصمه على فكرة. مسكر يحاول مرة اخرى ازالة اخر دروب زونز عند الجرال. انتي برو والفيول بومب، حرام حرام الفيول بومب بتروح بدون اي فوائد. طيب بحاول شال دروب زون فاجت الكهرباء. يا ويلي على حظك يا ويلي على حظك يا مسكر. سبكتر على البلس، ممتاز ممتاز، بحاول يشيل البلس على ما اعتقد ينشال. خلاص 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 مسكر بدون بلس، بيحاول يبيع التنل اللي هون، عم ببيع حرفيا عم ببيع ليبني عم ببيع ليبني، ما يغرق انه عنده قواعد وعنده تنولات واموره تمام التمام، ولكن حرفيا عم ببيع ليبني. عنده سنيك اتاك ولكن بدبابه وحده وحيده ما بيقدر يعمل فيها شيء على ما اظن، غير انه يشيل مباني صغيره مثل البركس. لا اعتقد انه يقدر يشيل القاعده،
بالكواد، ولكن خلونا نشوف افلاس ما بعده. افلاس البيرتن ما كان لازم يخسره، ما كان لازم يخسر البيرتن انتي برو. بارتيكل كانن، بارتيكل كانن ممتاز على الور فاكتوري الاخير عند الجيرال مسكر، اخر معامل دبابات مسكر واخر باركس عند مسكر. يا الهي سنيك اتاك، سنيك اتاك الجديدة. اوه طبعا هذا الجليتش بيصير لما السنيك اتاك بتنفتح حد الاي ام بي، الاي ام بي بتضرب السنيك اتاك قبل ما تتشكل، لاحظ فبالتالي بتوقف. توماهوك على اخر كواد، لا ولا عنده كواد بعد، هي قبل اخر كواد، قبل اخر كواد مسكر بيحاول كابتشر. راح يجبره يبيع القاعدة على ما اظن، خلص يا اما بكابتشر. ربل امبوش اسطوري سنتوري من الجيرال مسكر، يا سلام بيحاول يشيل التوماهوك. توماهوك هي خطيرة كتير على فكرة عند نوت ابرو. ليزر لوك على الكواد، ليزر لوك على الكواد، سلم على اخر دبابة عندك ياها مسكر. لا دبابات لا جنود لا شيء عند الجيرال مسكر. هل يستطيع الصمود امام نوت ابرو يلي عنده ارض شبه كاملة ولكن مفلس بشكل تام، مفلس تماما، ما في ولا انكم عم بتزيد باقتصاد الجيرال. نوت ابرو ببيع الور فاكتوري، ببيع الور فاكتوري، بده يبني جنود على ما اظن. ببيع كل شيء، ببيع كل شيء نوت ابرو، وبيحاول يجمع جيشه على ما اظن، بده يعمل دروب جديد في الدقيقة 27 من عمر هذا اللقاء. يا سلام يا سلام يا سلام، اي تحد هذا واي لعبة هذه. الحرب الاقتصادية ما بين اللاعبين، نوت ابرو بيرجع ببيع هالجندي شيبه له. هالجندي الواحد صار مبيعه كلوته لنوت ابرو. بالطرف الاخر نوت ابرو يحاول التقدم، خلص بده يشيل الجندي، يحرك جيوشه، يحرك اسطول الفيز من اجل جندي رينجر واحد فقط لا غير. ستيك اتاك ما زاد شغالي عند مسكر، ولا بعيد بذكر خرطي يعني ما بيقدر يعمل فيها شيء ابدا، ما بيقدر لا يطالع دبابات ولا حتى جنود يعني. فيعطيك العافية السنيك اتاك صمدية حاليا، بيقدر يتركها هون منظر يعني ما راح تأثر بشيء. طيب سيرش اند ديستروي ما زال موجود، استراتيجي سنتر، جيم تخطيط، اي غلطة صغيرة راح تكلف اللاعب. ببيع استراتيجي، يا راجل ماذا تفعل، ماذا تفعل عزيزي نوت ابرو، ببيع الاستراتيجي. طيب بيعبي شنوك، بيعبي شنوك. اشوف مسكر شو عم يعمل، ماذا تفعل عزيزي مسكر؟ والله اذا بتبيع هالتنولات بتريش، اذا بتبيع هالتنولات الله بيفتح عليك وبيقول لك الكريم خود، بيع يا رجل بيع. طيب شنوكس، سنيك اتاك، يا سلام سنيك اتاك جديدة من مسكر. خلونا نشوف اذا راح يعمل بوب. يا عيني عليك، يا عيني عليك بالترورست، جيناكم الجنرال مسكر. اثنين ترورست، حركة خفيفة نظيفة مع سنيك اتاك مجانية، بشيل فيها باور لنوت ابرو. كل هول شغالين على اثنين باور، اثنين باور طبعا. طاقة السوبر ويبن رهيبة، طاقة السوبر ويبن رهيبة جدا. الدروب من نوت ابرو، يتقدم الارض الجنرال مسكر، بيحاول يشيل البركس. طبعا ارضه هون مسحت بالكامل، خلص ما بقى عنده شيء نهائيا، حرفيا مسكر خارج ارضه بعد عنده هالمباني هدول. اذا خسرن خلص يعطيك العافية. تيرورست عم بيحاول يطلع له تيرورست، ولكن الهامفيز اكيد افضل مضاد للجنود يعد هامفيز. دبابة الهامفي، بارتيكل كانن جاهز من الجنرال نوت ابرو. خلينا نشوف لو راح يضربه. بعيد وبذكر لا شيء عند الجنرال مسكر، بس خسر هالقاعدتين يعطيك العافية جي جي وطلع من اللعبة. خلونا نشوف الهامفيز بيحاول يشيل القاعدة مع بارتيكل كانن، بيشيل الدوزر، ممتاز ممتاز، تكتيك خرافي، تكتيك اسطوري من النوت ابرو. بيحاول يشيل القاعدة، خلونا نشوف عنده دوزر تانية، عيش بهالنعيم، عنده دوزر تاني، لكن بدي حاول يشيله بالفيز. والتيرست يتقدم، الهامفيز من الجيرال نوت ابرو، والانتراكس، الانتراكس القادمة من بعيد. خسر وحدة هامفي، يا حرام، تعرف شو يعني خسر وحدة هامفي بهيك توقيت من اللعبة؟ يعني يعطيك ألف عافية، يعطيك ألف عافية. النوت ابرو كان لازم بس شفت الانتراكس بعد سفر سنة عن القاعدة، لأنه هذا أملك الأخير على ما أظن، ولكن ما زال عنده دبابة واحدة مقابل لا شيء.
عند الجنرال ماساكر. ما زال نوت أبرو متقدم عسكريا على الجنرال ماساكر. الهامفي يا حرام راح يشيل القاعدة. يا سلام ربل أمبوش أكثر من أسطوري سنتوري من الجنرال ماساكر. لم سكراب لم سكراب لم سكراب يا غالي. خلينا نشوف الطرف الثاني. في دروب جديد في دروب جديد على ما أظن. خلينا نشوف نوت أبرو شو عم يعمل. في دروب جديد خلينا نشوف شو بده يعمل. ما هي الحلول؟ ما هي الاستراتيجيات وما هي الخطط عند الجنرال نوت أبرو للتغلب ولهزيمة ماساكر؟ بيحاول يعمل دروب مرة أخرى برينجرز. يا حرام يا حرام على الإفلاس الاقتصادي في هذه الجولة من كلا اللاعبين نوت أبرو وماساكر. خلينا نشوف ريبيلات بتختفي. لا والله ما بيني لهم الكاموفلاج أبجريد خاصية الإخفاء، فبالتالي الجنود راح يطلع بيلحقوا الجنود لآخر الخريطة. سفر سنة ماراثون عم بيعملوا رياضة الشباب هيك هيك اثنين مقفلسين والله خلينا نركض الجنود شوي. شنوك جديدة ودروب جديد من قبل الجنرال نوت أبرو. معقول يدعس؟ والله بده يدعس والله بده يدعس نوت أبرو. طبعا التوماهوك عادي تشيل الريبيلات. أوه يا السلام بحاول يخفي الجنود بحاول يخفي الجنود الجنرال نوت أبرو. شيل أضرب 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 صاروخ التوماهوك صاروخ. لا والله لا 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 صعب. طيب بيرجع بيصلح القاعدة ماساكر. ما ننسى انه عنده ثلاث مباني فقط لا غير. سنيك اتاك جديدة من قبل الجنرال ماساكر. حلو كتير بالترست مرة اخرى بالترست مرة اخرى بدي شلوا المباني الاساسية. يا عيني عليك يا عيني عليك. وقف له النووي وقف له النووي بالترست. بيحاول يشلوا التوماهوك الأخيرة. بالطرف الثاني الرينجرز 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 عم بيحاول يكابتشر البركس. خلينا نشوف الرينجر هون يتغلب على الريبل. بالطرف الآخر بيفوت التيرست بقلب السنيك أتاك. التوماهوك رجعت للشنوك على ما أظن وبيرجع بيهجم فيها لقدام شوي. بيحاول يقرب الدوزر. ولاحظ المعركة المحسوبة على الجندي الواحد. معركة محسوبة على الجندي الواحد. يا سلام دعس الجندي ربح كاش باونتي. التورست بيحاول يقرب على التوماهوك ولكن 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 الأمل ينكمش عند الجنرال نوت أبرو. التورست من ماسكر مع التوماهوك رائعة جدا بتشيل الدوزر. طبعا صاروخ اللاحق بيلحق اليونتس بس الصاروخ الحراري ما بيلحق الجندي إلا إذا كانت حرارته مرتفعة. لا عم بمزح. طيب نوت أبرو بيرجع لأرضه بالشروك الوحيدة. ماساكر عنده سنيك أتاك موجودة ما زالت بأرض نوت أبرو. طبعا عنده بارتيكل كانن وطاقة. إذا بيخسر البارتيكل كانن والطاقة بيقدر يطور الطاقة بيقدر يطور الطاقة على ما أظن ويبيع شي واحدة من هول ويمشي النووي. ما بعرف ليش ما عم يعمل هيك. ماساكر ممتاز بشيل اثنين رينجرز بترورست واحد. التوماهوك بتحاول تشيل السنيك أتاك. تيرست مرة أخرى من ماساكر. خلونا نشوف. يا سلام يا سلام بينشال دون أي مشاكل وراح يشيل السنيك أتاك على ما أظن. راح يشيل السنيك أتاك بالتوماهوك. ممتاز خلاص سكره. طبعا كان محسوب على الجندي على اليونت بعيد وبذكر. خلونا نشوف ماساكر من الطرف الثاني. 886 دولار باع 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 شوية تنلات على فكرة. باع له كم تنل ماساكر. تيركون للزنقة تركن لوقت الشدة. آخر دبابات نوت أبرو تتقدم. آخر اليونت عند الجنرال نوت أبرو تتقدم إلى أرض الجنرال ماساكر. وخلينا نشوف دمجت على فكرة. حتى الشنوك ما بصير يخسرها لأنه بيعمل فيها دروبات. نوت أبرو بيحاول يهجم على البركس تبع ماساكر. حلو ممتاز. راح يخسر الدرون والتيرست مرة أخرى. التيرست مرة أخرى من ماساكر. خلونا نشوف. ريبل أمبوش ريبل أمبوش من ماساكر. يا السلام يا السلام. لاحظ 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 المطاردة ما بين التيرست والتوماهوك. بالطرف الآخر ماساكر خلاص بده يكابتشر. خلاص ماساكر بيحاول يكابتشر تكجيب التوماهوك يا غالي. سنيك أتاك سنيك أتاك من بعض جنود لهون يسيطروا على الباور على ما أظن.
بدي يجيب التوماهوك يتعس فيها مليون بالمية. المسألة مسألة وقت بالنسبة لنوت أبرو. خلونا نشوف. أوه والله شكله راح يكابتشر، والله شكله راح يكابتشر، والله شكله كابتشر البارتيكل كانن. يا عين صب الدبع، مسكر خلاص بكابتشر البارتيكل كانن بمعجزة حرفيا. صار معه 1665 طبعا لأنه بارتيكل كانن تبع السوبر ويبن. أوه حركة أسطورية سنتورية من مسكر، جيم خرافي. أتمنى أنك تدعم الفيديو بلايك، تترك لنا رأيك الحلو في قسم التعليقات. كان معكم أخوكم علاء رضا، والسلام عليكم.